سعيا إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع، جاء المسح الوطني لنواقل الأمراض في سبيل الحد من تفشي بعض الأمراض المعدية، وتركز المسح في هذه الفترة على البعوض المسبب للعديد من الأمراض، منها الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء. طبعا في هناك تطبيق معين لرفع هذه المعلومات بأخذ عينات يرقات من الأحواض سواء كانت في المنازل أو سواء كانت من المزارع، وثم رفعها إلى هذا البرنامج لتعزيز موضوع عملية جمع المعلومات هذه بطريقة صحيحة حتى يعتمد عليها الدراسات التي ستكون إن شاء الله في المستقبل. زيارات تقوم بها فرق متدربة تشمل جميع المناطق السكنية والمزارع والمناطق الجبلية والبحرية، حيث تقوم بتجميع العينات وإدخال البيانات في استمارة إلكترونية ونقلها للمختبر، وذلك للبحث عن مدى وجود الناقل وأماكن توالده. نقوم بفحص العينات والتأكد من أن العينة التي جمعت من الفريق هل فيها الفورمالين أم لا، وذلك للحفاظ على سلامة العينة. ومن ثم ذلك أقوم بفحص العينة وتصنيفها إلى عدة أجناس، فهناك مثال الأنوفلس والكيوليكس والآيدز والكيوليسيتا. ومن بعد التأكد من تصنيف العينة يجب كتابة اسم الجنس على العينة. تم إعداد الخرائط بحيث تنقسم إلى مناطق، ومن المناطق إلى مربعات، وبعد ذلك تم إرسال الخرائط إلى الفرق المشاركة في الميدان. وفي أثناء المس يتم إدارة البيانات عن طريق غرفة العمليات، بحيث في حال وجود أي ملاحظات يتم التواصل عن طريق الفرق المشاركة. تضمن المسح زيارات لبعض المنازل والمزارع والأماكن التي قد تكون مصدراً لتفشي بعض الأمراض، بهدف وضع قاعدة بيانات عامة لناقلات الأمراض. عقيل بن عماد الكمالي، محافظة مسندم، ولاية حصل.